بمناسبة محمد محمود، يعني احتمالية انه لسه ما اتحسمتش بشكل نهائي، يعني اللي اتقال انه اصابة محمد مجدي قفشة هتاخد في حدود اسبوعين يرجع يكون جاهز يكون فورمة، نحتاجه في رادس محدش عارف. لكن في حالة عدم قدرة قفشة على انه يكون جاهز في ماتش رادس، شايف مين يشغل؟ انت قلت محمد محمود، وفي عندنا كمان ناصر ماهر، الاثنين دول يشتغلوا على نفسهم ازاي، ومين الاقرب ان هو من وجهه نظرك انه يكون موجود مكان مجدي قفشه؟ لا انا ناصر بعيد شويه، لانه الماتشات دي عايزه اولا خبرات افريقيه، وعايزه نوع من الالتحامات القويه، وعايزه نوع من التركيز العالي والقياده. من وجهه نظري نظلم ظلم النصر انه يلعب ماتش رادس، طبعا انك تديله ترجع على طول مره واحده هناك، لازم تديله بالتدريج. من وجهه نظري اللي بيقوم بدور قفشه، ايه دور قفشه؟ بيبتدي يعمل عمليه التحضير لزمايله، تغيير الملعب، ربط المهاجمين بالمدافعين، صناعه اللعب، الاجاده في التمريره البينيه، التسديد، كل الامور دي متوفره في عمرو السولية. فانا بلعب باثنين ديفندر، بلعب بحمدي وبلعب ديانج، وقدامهم بيلعب السولية. السولية الى جانب بقى السولية بيعمل ايه؟ بيلعب دماغه كويس، بيجيد التسديد بالرجلين الاثنين، صانع لعب، عمليه الاختراقات والقوه البدنيه اللي عنده، مع بقى ايه، هو كان مجهد الفتره اللي فاتت. الفتره ال 18 يوم دول اعتقد الراجل مسؤول الاحمال هيبقى رائع جدا لما يدي لكل العناصر اللي كانت موجوده دي، يدي لها درجه الاستشفاء المهمه جدا، ويبعدهم خالص. انا قلت قبل كده الاسبوع اللي فات، اللعيبه دي محتاجه ان انا ابعده 3 4 ايام عن الكوره، العبه اي حاجه، تنس طاوله، تنس عادي، سكواش، اي حاجه تحفظ لياقته البدنيه وتبعده عن الكوره شويه. ايوه عارف، لما انا احمد ادي لك كل يوم اكله معينه وادوس عليك فيها، كل يوم اكله معينه، هيحصل لك نوع تشبع. من التشبع. انا الفتره دي ربنا بعتها لنا ان الاربع خمس ايام دول احاول ابعد اللعيبه اللي هم مجهدين، انما الباقي يشتغل شغل جبار، شغل ليل ونهار، تصليح اخطاء، شغل على المرمى، الوقفات في الكرات الثابته اللي احنا احيانا بنبقى ساعات بنسرح فيها.